عروشة مختارة بالوضع واخبارة وانت تبيع وهامك انت نهدرة صح صح ولو مرة واستوعب الفكرة ما تنفع الأحلام ابصري يا أستاذة موديلات ما قد ظهرن في السوق وانتي مستعجلة قد اشتريتي من قبل رمضان ملا يا أختي انتي مرتاحة معك فلوس وزوج بيدفع ولا يهمك مش مثل حالتي مدرسة حانبة بمصاريفه أقل بالسوق قلاب علشان ألاقي بضاعة كرخيص تدوم قدو أصلا نشتري بالسنة حسنة مين العيد لا العيد ليش وين الجني طليقش أبو بنتش ليش ما يدي مصاريف البنت ويشتري ملابس العيد حقها؟ ولا هي بنتش؟ جبتيها من بيتكم؟ مش وقت عليك بالله لا تذكرينيش بالله عليك أبوها يشتي يمسكني بالإيد اللي توقعني قال لك إيش؟ لو اشتي مصاريف بيشلها عند زوجته هذه الجديد ولا ما فيش فلس واحد وأنا مسخيش مش هو على ما يشتي رمضان زلج والعيد بعد غدوة خلي الموضوع عليا مش وقت يلا 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 عيد اسمع الأغنية إيش تقول الآن خلينا من الملابس اللي بنوزعها للمحتاجين في الحارة للأسر الموظفين اللي بدون رواتب هي ذيك الشوالة داخل عيديها صابر بعد مستعملة نظيفة من حق السنوات الماضية مغسلين جاهزين أوعدهم يتشرطوا علينا صدق المثل اللي يقول سكر بلاش قال طلعه الميزان الأم من صدقيك ملابس مستخدمة بنوزعها لزملاء الموظفين أولادهم بينكسروا بدل الفرحة طيب ليش عاد تخليني أجي وتكتبي بالجروب أني المسؤولة حق التوزيع الله يسامحك بس الأم بكتب بالجروب أني ما ليش دخل أنا منسحبة الله عيب عيب والله العظيم عيب عليك يا عم ناجي أشياء بادل عندك حاجات عرضة باش البدالين ألعاب ما عاد بش عرضات رمضان كمل ما حد عايشتري منكم مواد غذائية قد لي شهر أتراشاكم أنت وعمك فهمي مكنتوني البضاعة للذي يدفع أكثر إنا قلبتوها مزع معنا حاجة ثانية مش سلة غذائية لو ما تشتيش أنت حر بس بعدين لا ترجع تزعل يا ناجي شوف هذه ورقة موقعة من كل هالحارة ممنوع بيع على الألعاب النارية وبناتك خرت كل سنة معنا مصابين من العيال قد معنا أربعة فقد وعيونهم ممنوع تبيع يعني ممنوع تمام اللي بين أقول لك إنا لو أنتم حق مسؤولية روحوا الوزارة طالبوا بوقف الاستيراد وقف الهوامير الكبار مش عمكم ناجي إلا قد يبيعوا سلاح ودبابات حانبين براجي هي أخطأ من جنبي وقبلها أدفع الديون الذي عندك ولا يهمك يا عمنا انت هات وانا بيع بالحاره وزعم بيت بيت زغط زغط مثل ما قال القذافي مساء الخير يا دكتور خوات مباركه وعيد مبارك مقدما كل عام انت بخير شكلك بتسافر وتلتنا وحدنا جهز لنا الطلبيه كذلك رسالتها لكم عبر الواتساب شكلك ناوي تنافسني يا فهيم هذه طلبيه كبيره روح سوق الجملة خرج لك غيروا علي فهيم صابر ايش ما هو يا جماعة ايش في الحارة حقكم صلوا على النبي مش معقول كل هذا البلاوي تجي منها اولا حريق بيت بسبب تخزين طماش وألعاب نارية وبعدين وصول ثلاث اصابات عيون بمسدسات خرز يا دكتور ما حيسمع الكلام وما بوش معانا عاقل معه عاقل وناقي قصده بس يكسب بياس حتى لو تموت الحارة كله ولا تحرق الحارة كله الآن كيف حال صابر يا دكتور كل من المدبر صاحب هذا هو الذي يقنعي يخبي الألعاب النارية في البيت أنا نصحتكم بس ما عجبكم كلامي على قولكم لابس بنطلون مش مشحوط هيا خرجوا البحث منتظركم خارج شكلكم بتعيدوا في بيت خالكم خذوا معاكم الـ MP3
ودندنوا أنستنا يا عيد. مربوشة محتارة بالوضع واخبارة، وانت تبيع وهامك انتنا هدرة، صح صح ولو مرة واستوعب الفكرة، ما تنفع الأحلام